نشوف التغطية، راح نبدأ التغطية من داخل الملعب. تركي شديد وتصريح لاعبين نادي الاتحاد بعد المباراة. هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. مبروك يا كابتن. الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. تستاهلون الكاس. الحمد لله تعبنا وحققنا اللي نبغاه. صعب المباراة أكيد، تلعب مع فريق كبير شباب، لكن الحمد لله على كل حال. إيش السر أسامة في الاتحاد؟ الاتحاد الآن اتحاد شاب، يخرج بطل الدوري، يخرج وصيف الدوري، الآن يصل النهائي ثالث الدوري يحقق البطولة. الحمد لله على كل حال، صراحة بروح الشباب. ثاني شيء صراحة يعني كنا يد واحدة من بداية البطولة إلى نهايتها، الحمد لله ربنا ما خيب ظننا. مبروك. الله يبارك فيك. ايش تقول الجمهور الاتحاد الكبير اللي حاضر اليوم من الرياض ومن جده ومن جميع مناطق المملكه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من فضل الله ثم تعالى والدين، وما في شيء صعب دام الجمهور هذا يحضر لنا. والله ما في شيء صعب، اذا الجمهور هذا يحضر ما في شيء صعب. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. اليوم تلعب وتسجل هدف، وشلون يا مختار؟ اول شيء الحمد لله احب ابارك للجمهور هذا اللي ما خذلناه، احمد الله انه ما خذلناه، جانا من جده ومن الرياض ومن كل انحاء المملكه العربيه السعوديه، الحمد لله انه طلع هو مبسوط. كيف اصابتك؟ الحمد لله يعني اصابه عضله الخلفيه، ضغط على نفسي والحمد لله استطعت العب شوط ونص الشوط الثاني. الله يرحمه. اوه لا لا يا نايف، لا تصيب الرجال يا نايف. يا راجل ده مصاب بنفس. ايش تقول؟ حرام يا نايف. سيب ولد اختي. نايف نايف، شفت كيف نايف؟ الحمد لله اعطاه النيه. جانا الحمد لله، هو في له حزن الدنيا. ايش فيه؟ لا الله وفق، ما يحتاج هذا اللي يفضح فيك. فيك حزن؟ لا ما في اليوم، انا اسعد انسان. نايف 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 مختار اليوم يدخل يسجل هدف، كم مصاب نايف هزازي بدكة الاحتياط؟ والله لو تدري حتى وصل الشوط مختار كان في له ألم، كلنا عارفين كم الناس متألم. طيب قول. الحمد لله قلنا له كمل، لسه لو كملت هتستمر، نبغى كلنا نكون مع بعض. الله وفق من أول ربع ساعة على النية الحمد لله. طيب وش تقول للجمهور الاتحاد الكبير اللي حضر اليوم نايف؟ والله أقول لهم أنتوا السر، وأنتوا الداعم بدون داعم الحمد لله. ياكلك. ما والله ياكلك من 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 زمان. شوك البرشومي ياكلك حبة حبة، ياكلك من منا السوا، ياكلك يم يم يم، ياكلك هم هم هم، ياكلك هذا للكاوي، ياكلك أكل البرشومي، ياكلك حبة حبة، ياكلك من منا السوا، ياكلك شوك البرشومي، ياكلك حبة حبة. نايف هزازي من اللاعبين اللي ينحبون يعني اخلاقا وتعاملا حتى في الملعب، اللاعب اللي لما يدخل في كل مباراة دائما يعلم الناس انه دخل، مو بس بالتواجد، لا بتغيير النتيجة، لاعب مؤثر. يقول على مختار فلاته جانا وحزن الدنيا كلها فيه. جاء اول شيء نايف هزازي لاعب كبير وهداف، ولكن يجب ان يراجع حساباته قليلا عن الفترة الماضية، إشارة كذا نؤشر بدون ما نصرح، لازم يراجع حساباته ويعرف أنه هو يلعب في نادي كبير وفي نادي الاتحاد، ويعرف أنه ما في لاعب أو إداري أو رئيس يمكن أن يكون فوق المؤسسة أبدا، وبالتالي لابد أن يراجع نفسه إذا أراد أن يبقى نايف هزازي كما هو صقر. يعني كلمته في حزن الدنيا هذه الحقيقة يجب يتوقف عندها، نتوقف عندها كثيرا. يعني مختار جاي من الشباب، معناته انه جاي من الشباب وهو في حزن الدنيا. ما ليش في حزن؟ هل نفسرها انه ما كان يلعب في الشباب؟ واضحه. هل لانه لا واضح انه راح للشباب وما اخذ فرصه؟ هذه نواحي فنيه طبعا في المدرب، لانه يعني برضه في الشباب عنده ناصر الشمراني وعنده تيغالي وعنده يعني عنده لاعبين اخرين لهم حق يعني، ما بس حزن الدنيا هذه دليل. هل المعامله كانت سيئه بالنسبه له في نادي الشباب؟ لا ما اتوقع يقصد كذا. هل ما انبسط في الرياض مثلا؟ لا. يعني لا عملية ما انبسط في الرياض هذه تجي طبيعي يعني، وأنا أعتقد أنه جزء من هوساوي ذهابه أيضا أنه ما هو مرتاح في الرياض 100%، هذه طبيعة، هو يرتاح هناك في بلده وفي مدينته. أكيد لا في مدينة. بس مسلمان معليش أنت لما تشوف، خلينا نعامل المشاهدين بما يستقبلون من كلام. لما نجي نقول والله أنه ما ارتاح في الرياض
وانه في بلده كلها بلده يعني. ترى في ناس تقول لك وش قصدك ابو سليمان يعني الرياض وجده في فرق؟ لا في مدينته ما هو ما هو في بلده. انا اقول لك الناس كيف تستقبل، انا بس استوضح منك بالضبط. لا هو قد يكون ما انبسط في الرياض، طبيعي ما ينبسط في الرياض. كثير لاعبين جو هنا ورجعوا، حتى الاجانب كثير منهم. يعني انا اذكر الارجنتيني حق الشباب عندما انخفض مستواه راح المدرب والطبيب وواحد حاضن اعضاء مجلس اداره للاعب وزوجته يكلمونه عليها انه انتبه. قالت والله انه هو جالس بين ثلاث جدران يعني ما يدري وين يروح، وبالتالي هالكابه اللي هو فيها بسبب هالوضع اللي هو فيه. بس هذا طيب ابو لما اول شيء الاغاني دي حقت الاتحاد تقش على البدن شويه يعني صراحه. ليش؟ ما ادري، انا كذا اقول لك، انا بالنسبه لي يعني حطيته كمغنية كذا فعلا تقش على البدن، يستاهل لما يفوز العملاق ببطوله كبيره زي دي. بس انا اشوف ده مختار فلاته، لا يعني مع احترامي طبعا لكلام ابو سليمان، ترى لا الرياض ولا شيء، بالعكس الرياض دي عاصمتنا الحبيبه وتريح اي بني ادم، لكن المشكله كانت في الشباب. يعني كانت مشكلته واضح انه في الشباب، نادي الشباب تف شويه، ترى في فرق كبير بين الشباب والاتحاد. الاتحاد حتى داخل الملعب ترى فيه شعبيه، الشباب شويه فيه زي المدرسه، في زي المدرسه العسكريه، وترى فيه فرق. هذا جانب. الجانب الاخر انه كان الهجوم مليان، يعني هو ما وجد فرصته، وجاء في الاتحاد اخذ الفرصه اللي كان يستحقها، وسبحان الله هو هدفه نايف هزازي، هدفه فهد المولد هدف، هذا شيء جيد. لكن انا اتوقع بالفعل من هو بيقول حزن هو يقصد الشباب وليس الرياض، لانه ما نال فرصته ولا ينجح في الشباب ابدا. نايف هزازي كلاعب مؤثر في الاتحاد؟ اكيد. شوف نايف هزازي تعرف زي مين؟ حتى انا امس قلت الكلام هذا، قريب من ناصر الشمراني. هذول اللاعبين شوف مبدعين، المبدع احيانا يجيك يعني عارف لما يكون مجيغ، انا اقول مجيغ او شويه يبهدلك يعني، عارف ابغى لك تعامل ومعامله يعني، يجي عقله شويه كذا يعني من الصعب انك تتعامل معاه. يجب انه يكون في واحد خبير في التعامل مع نوعيات وفئات البشر، لان الناس ما هم سواسيه واللاعبين ما هم سواسيه. هذا نايف يبغى له شويه تعامل مختلف. حتى ناصر الشمراني انت شوف نايف ترى عنده سلوكيات كانت مزعجه احيانا، لكنه لاعب كبير حرام يعني. انا اعتبره هو المهاجم الاول الان، لو كان شويه مهتم بنفسه، لو كان الذهن عنده صافي. نفس الشيء ناصر الشمراني لو مسجل هدفين وما سوى الحركه دي كان افضل بكثير. احنا كنا نتغنى بناصر الشمراني، وكنا بدل ما نتكلم عن عقوبه كنا نتكلم عن الانجاز الفريد لناصر الشمراني. انا بس في شيء احب اضيفه يا اخي بالنسبه للاعبين، انا يا اخي قناه، انا روتانا الخليجيه، انا يعني امثل قناه العالم كلهم يشاهدوني. لما انا اجيك بالمايك يا اخي شويه قوم، حتى انا كثير لعيبتنا ليه يسووا كذا؟ يا اخي يجلس كذا هو يعني مسدوح في هذا، وفي واحد محترم بيكلمه. انا مع احترامي وتقديري انت هذا مختار لاعب مؤدب، بس انا لو كنت مكانه كنت على طول افز واقوم. يا اخي انا امام روتانا خليجيه يعني، وبرنامج محترم بيسوي معي مقابلة. طيب خلينا نشوف